في مثل هذا اليوم يحيي أبناء الجالية الفلسطينية في مدينة شيكاغو ذكرى يوم الأرض الخالدة بإقامة مهرجان مركزي حضره المغتربون الفلسطينيون. نقوم بإحياء يوم الأرض سنويا تقريبا تذكرة للناس، وباعتبار يعني هدفنا منه أنه نوري العالم أننا متمسكين في أرضنا ومتشبثين فيها، ونوري أولادنا ومنعلمهم على حب الأرض. مشاركة فلسطيني 48 خط الدفاع الأول عن الأرض أبناء شعبهم المغتربين في هذه الذكرى يبرهن على أن الشعب الفلسطيني شعب واحد رغم محاولة الاحتلال تجزئتهم. شيء مشرف أن يقولوا لي إحنا بدنا نسمع صوت داخل الداخل، صوت العمق الفلسطيني والجذر الفلسطيني، بدنا نشم ريحة فلسطين. يعني بقدروا يحكوا هاي الكلمة بدون ما أكون أنا هون، لكن هم آثروا أن يكون شخص مثلي ومما أمثله وبرنامجي الذي أمثله الذي هو برنامج كل الشعب الفلسطيني، تحرير فلسطين وقام الدولة ديمقراطية واحدة وعودة اللاجئين وكل هذا المشروع الوطني الذي تربينا عليه هم ملتزمون به. المهرجان الذي نظمه المجلس الفلسطيني الأمريكي والذي حمل عنوان كي لا ننسى من جيل إلى جيل، كانت القدس لنا وستبقى القدس والأرض لنا، جاء ليثبت تمسك الفلسطينيين في القدس عاصمة لدولة فلسطين. في الوقت الذي يحاول فيه الاحتلال الإسرائيلي طمس الهوية الفلسطينية وتهويد القدس، يؤكد المغتربون الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم وحقهم في عاصمتهم الأبدية. من مدينة شيكاغو نائل كراجة، تلفزيون فلسطين.